عليكم. السلام خويا. شنو الاسم ديالك وشنو المشكل اللي راه عندك؟ خويا اسمي امين. خويا جيت وقع لي واحد المشكل في الكتف، واحد الهرس خرج لي الكتف العظم. جيت لهنايا للسي اش اي، ما دخلوناش، ما استقبلوناش، وبعد جوج سوايع وانا نستنى، من دخلنا قال لك ريح هنايا، عطاوني واحد النمره 46 وقال لك ريح، استنى استنى استنى. طاح لي السكر اخي، باش يعبروا لي السكر ما عندهمش لاباراي، كديري 100 درهم ما كايناش هنا في هذا السبيطار. فاش نط نهضر نقول لهم اودي راه مهرس الكتاف، فراه الصحه، فراه هادشي هذا. جا عندي واحد قال لك المينوط، هما الناس حاضرين وشاهدين، طبه ما كاينينش، كتسول فرملي عافاك نسولك باش تعرف شنو كاين ولا شي حاجه. كيقول لك اودي انا ما خدامش هنا، هو لابس الطابلي الجيلي ديال المستشفى الجامعي، يقول لك ما خدامش. مشينا للاداره نديرو ديكلاراسيون، نديرو شكايه ديالنا، ما كاين حتى شي واحد في الاداره، ما كاين حتى شي واحد. السيده اللي في 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 اللي كتستقبل وكذا، سولنا عليها في كاينه، قالت لك مشات تغدى. رجعنا لزيرجونس بقينا واقفين تما، قال لك والله ما تدخله، ما كانش، ما تدخلش، قال لك ما تدخلش. الفرمليات طبات تما. انا راه كنت دابا خويا، دابا داخل ثلاثه السوايع من 12 اخويا، من 12 ايه. انا راه ما نقدرش نحركها، ما نقدرش نحركها دابا، ما نقدرش نحركها. الاوراق كلشي عطيتهم، الاوراق كلشي كاين، ولكن ما كاين طبه، ما كاين استقبال. او دخل دروك، الا خلوك تدخل ما يخلوكش، او ما الناس تما راهم ساخطين. الحريق راه الحريق بزاف. الكتف اخويا راه خارج، شنو هي العظم خارج لك من الكتف، راه وجوج السوايع وديابيتيك، ودابا 0.37 سكر. لاباري يا صاحبي، من ديجا نعست هنايا اخي، تبعت هنايا مع الطبيب. ها هو السيد، ها هو هذا السيد هذا، راه كان راه ساخط عليهم دابا تما. هذا يمكن لك تسولوا هذا السيد هذا اللي جاي، راه حتى هو حاضر اخي. دابا انا فاش درت مع الطبيبه قلت لها عافاك شوفي الدكتوره راه حاله ارجو، يعني كاين اولويات، بان انا راه خارج ليا الكتف من بلاصتو، العظم خارج، راه حركه بسيطه، كنحس بواحد الحرق صعيب. قالت لي نو، ما خدامهاش هنا انايا. واحد اخرى سولتها قالت لي خصك تشوف التور ديالك 46، قلت لها اختي راه 46، واش 46 غتسنى؟ هو الناس هنا يمكن لك تسول اي واحد، راه كلشي ساخطين اخو، فرا الصحه فرا نعم عاديين. انا الحاله الارجاء، والناس هنا يمكن السيد حتى هو كان واقف تما، يمكن لك يمكن لك تسول. زعما والله راه منكر هادشي يا سيدي، زعما حنا مستعرفين بالملك ديالنا، وهاد الحكره هادي الوالده ديالك كانت في السبيطار كانت فرابي، وضحكوا علينا فرابي، ايوا حشومه. زعما حنا مواطنين، وعلى تودي يا سيدي هاد الشيء هنايا؟ مسكينه مريضه بالقلب، مريضه بكل شيء، اللي جاي يضحك علينا على تودي يا سيدي. راني من الصباح والبارح، البارح يصيفطونا واحد، يصيفطنا هنا ويصيفطنا هنا، يلعبوا بينا كي الكره على تودي يا سيدي. اللهم هذا منكر سيدي. كيفاش الرسالة؟ فين راهم المسؤولين بعد؟ فين راهم المسؤولين؟ ما كاين مسؤولين، ما كاين والو سيدي. فين راهم؟ اخي باش ندوي، احنا محقورين في هذه البلاد سيدي. باش نشرح لك، باش نشرح لك اخي، بالنسبة لنا، باش نشرح لك واحد القضية. اخي 17 سنة ديال العمل الجمعوي، فاش كان كيعيط لنا الشيخ ولا المقدام ولا كيعيط لنا القايد، كيقول لك راه سيدنا جاي بغينا الناس يحضروا، كنعمروا الطوبيسات. 17 سنه ديال العمل الجمعوي، و26 سنه ويا مرة. حنا ما طلبنا والو اخي، غير حقنا. جينا هنا الارجونس، كتف خارج لينا، بغينا الطبيب اللي يشوفنا يديروا لنا ابره. لقينا السكر طاح، مشينا الناس ديال السكر في الارجونس، قال لك ما عندناش لاباراي، كدير 70 درهم اخي لاباراي. والسي اش اي اكبر مستشفى في المغرب اخي، ما عندوش لاباراي ديال 70 درهم، عيب. نعم شي عليك، هذه شحال كانت الامور زوينه، ولكن دابا ادخل بيدك، دابا راه انت تسخر، انت تسخر. دخل يلا معايا، يلا شوف عندي الراميد، رديتو امو. كون قلنا نخلصو نخلصو، ما كاينش الاستقبال.
راه شوف راه شوف تمشي لاوروبا خويا نشرح لك، يشوفوا واحد جهه كمهرس ولا كذا كيعطيو الاولويه مثلا ياك، كيجيو عنده الطباء كيشوفوه شنو خصك شنو هادي شنو كذا راديو كذا. هنا اخي يلا ندخلوا دابا ندخلوا لاي قاعه غادي نلقاو البنات والدراري مرايح شاخير، كاين اللي مشى يضرب الطعام فهمتني، كاين اللي مشى راه يضرب الطعام في دارو. يلا دخل معايا دابا الا ما لقيتش اخويا حاله خاط، وانا شوف ديجا نعست هنا وماتوا معايا ناس بسبب فرمليه ما حضرش في الوقت باش يعطوهم الانعاش ديجا هذه هنا، ودخل تلقى الدوسي ديالي ديجا ناعس هنا اخي فهمتني، ندخل هكا بيدي اخي هكا دابا المستشفى الجامعي كذا وبريزونطاسيون وهذا الشيء واكبر مستشفى وما لقاش طب. واحد صاحبي غير كتسول غير كتقول له عافاك نسولك، يقول لك ما خدامش هنا ولاش لابس ديك الطابليه ديال سي اش اي محمد السادس مستشفى محمد السادس الجامعي لاش لابسها، ما خدامش هنا. ودابا نمشيو عندهم في لوجه نقولها لك، دابا نقول نمشيو ندخلوا دابا نقول له انت شنو قلت لي قبيله، قلت لي ما خدامش هنا بنات ودراري وفرمليه وطبه عيب صاحبي، وتلقى سيكيريتي يا صاحبي اللي كيحن فيك احسن من الطبيب واللي كيخلص من الضرائب ديالنا وكيخلص من جيب المواطنين، عيب راه 17 عام ديال العمل الجمعوي يا خويا. غنسلم دابا راه مبلوكي يدي غير هكا دابا، قلت ليه شنو غندير دابا؟ حتى ومين بوليسي يجي عندك يا صاحبي بوليسي يشوفك هكا يقول لك اسكت لا ندير لك المينوط، واش هذه بلاد هذه يا صاحبي؟ بوليسي يجي عندك يقول لك اسكت لا قدرت هكا ديني هكا يلا ديني مرحبا. حنا مع القانون وبغينا نطبقوا القانون، كنطلبوا الحق ما كنطلبوش الباطل اخويا. لكل ذي حق حقه، اعطيني حقي يا اخويا، وإلا كنت غلط مرحبا حاسبني عاف. اخويا اش غادي نقول لك؟ تجي اي فرصه الحرقه الحريق، والله هاد البلاد لا رجعنا ليها بالله العلي العظيم. ما غاديش نقولوا للجميع، كاين شي ناس كيخدموا بصراحه وكاين ناس مسؤولين يخدموا، كاين هنا طبا نعرفوهم كيخدموا ولكن ماشي نفس لا 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 لا. وكاين شي وحدين شوف مطيشه تخنزها على صندوق اخويا، هنا كتدخل في ليرجونس بعدا هنا سول اي واحد في ليرجونس هنا هذا المستشفى الجامعي سول اي واحد عليه، والله واحد ما يسوق لك اخي باش كنهضر معاك صراحه. هنا كاين مسؤولين باغيين يخدموا ياك ولكن ما واصلهمش هذا الشيء هذا، والله ما واصلهم اخي بالله العلي العظيم. هادشي اللي بان لي اخويا هو ان شوف تي في باش يعرفوا بان راه غير تصاور باش تشوف اخي المستشفى الجامعي محمد السادس كذا وتصاور ومبنى ومجمع كبير وهادي تقول حاجه زينه وهادي نو اخويا دخل لداخل دخل العمق وتشوف هايا دابا الكتفة وفين خارج ما كاينش اللي سوق لك فين غنولي ما يدخلوكش اصاحبي، ما كاينش الطب ما كاينش اللي يدخلك، ما شكون يدخل من غير الا بدا باش شاف الله يمشي واحد مسؤول هنا ولا كذا صاحبي سيكيريتي عطاني كمامه حيت عارفني ديابيتيك والسكر يلا نعبروا دابا قدامك 037 اه لاباري ما عندهمش اصاحبي دير 70 درهم تعيب والله تعيب ما يدخلوكش يلا دخل معايا بيدك وغتشوف ما تلقاش الطبيب ما تلقى حتى شي واحد تما اللي في الراديو ما كاينش الطبيب ما كاينش اللي كتسول يقول لك انا ما خدامش هنا ولاش راك لابس ديك الطابليه علاش لابس الجيلي ما خدامش هنا ولا ما خداماش هنا الكتف خارج ليا اخويا الكتف راه الكتف خارج ليا يعني الكتف كيطيح الكتف راه خارج ليا راه مبلوكي هكا ما نقدر راه جوج من 12 دابا مانيش عارف شحال الساعه شحال الزوج ولا الزوج وناس ولا مانيش عارف من 12 عيب اصاحبي في المغرب في بلاد زعما راه تقدم وكذا عيب كاع اصاحبي عيب. ونزيد لك واحد الحاجه شتي المعرفه وهادي اجي دخل وتشوف المعرفه باك صاحبي تلقى وحده ما خداماش كاع هنا عطيها صاحبتها بلوزه جايه مدخله بها صاحبتها واحد اخرى وكاين الناس كيخدموا شوف ما نخلطوش كاين هنا طب الله يعمر ليهم الدار ولكني في هاد ليرجونس هادي بعدا دخل عند اي واحد هنا دابا في ليرجونس تلقاه صاخ واحد السيد راه من الصباح هو يستنى عنده الام ديالو مانيش عارف شنو ديال الله يشافيها من الصباح هو يستنى قالوا له ما كايناش واحد ليبره ودابا انا لاباري كدير 70 درهم قال لك ما عندناش وحتى الله يهديكم اصاحبي دابا انت خص ديال تخرج راه الا ما رجعتش راه تقدر تقطع الله يستر ولا شي حاجه دابا شي برا ما عندكش فين غتمشي يا خويا فين غتمشي فين غتمشي نهضروا الواقع فين غتمشي يا خويا فين غتمشي دخل سول اي واحد هنا راه تلقاه ساخط صح عيب كاع
امين اخي وشكرا. لا اله الا الله وصافي. الطبان ما كاين، الطبان ما كاين، راه من 12 صاحبي وحنا هنايا، الطبان ما كانش اللي تسولو ما خدامش هنا، عيب صح. الله يحفظك اخي.